اهلا اهلا ليلى هانم. ما تتصوريش انا مبسوطه قد ايه عشان حضرتك نورتيني النهارده. خير يا سيف بيه؟ موضوع ايه المهم اللي ما ينفعش تتكلم فيه غير وانت بتلعب جولف؟ اصلي بتفائل قوي باللعبه دي، بيقولوا عليها لعبه النفس الطويل عشان المسافات البعيده، اهم حاجه ان الواحد ما يزهقش. بس انا زهقت بقى من اللعب، من اللعب تحت الترابيزه. احنا هنرجع للفوازير تاني بقى ولا ايه؟ بالعكس، لعبه الجولف دي لعبه صريحه قوي، ما فيهاش حوارات ولا غش، وقوانينها قوانين صريحه قوي، ودي اللي لازم نعتمد عليها في الفتره اللي جايه اللي هنلعب فيها مع بعض. انت لو مديت ايدك بالسلام يا سيف بيه محدش هيرفضها. ما هو ده اللي عايزك فيها ليلى هاني. انا قررت اصفي اللي بيني وبين سليم بيه ونفض المعركه اللي بيننا. مش هنبقى زي العيال الصغيره كل شويه نشد الحاجه من بعض. احنا كبرنا خلاص وبقينا كبارات السوق. والمطلوب؟ المطلوب ان سيادتك تقابليني بنوح بيه ونقعد مع بعض ونتكلم تاني. انا مستعد انفذ كل شروطه. على رأي المثل الصلح خير وخيركما من بدأ بالسلام. كلامك معقول قوي يا سيف بيه، المهم بقى انك ما ترجعش فيه. والله سيادتك انا نويت تبطب نصوحة وخلاص، قررت اصفي كل اللي بيننا. بص يا ستي، هفهمك بتتلعب ازاي. في اول لعبه بنستخدم العصايه دي عشان المسافات البعيده. ولو الكره ما نزلتش في الحفره دي بنستخدم عصايه تانيه عشان ضربتها بتبقى اقوى. اهلا بابا. انا خايفه. ليه يا حبيبتي؟ من ايه؟ خايفه بكره ما نسافرش. أنا عمري وعدتك بحاجة ما عملتهاش؟ أيوة، أنت بقالك يومين بتقولي هنسافر وما بنسافرش وأنا خايفة. طب يا ستي، عايزانا نسافر فين؟ أمريكا. أمريكا؟ ماشي، أنا وأنتي ومين بقى؟ انت وسعيد بس. اه لا، طب وليلى؟ مش عايزاه. ليه يا حبيبتي؟ دي بتحب. انا ما بحبهاش. ايوه ليه؟ عشان هي عايزك تاخدك مني وتاخدنا كمان. ولا اي حد يقدر يعمل الكلام ده خالص على فكره. وقبل الهدف بكام خطوه بنستخدم المضرب ده عشان ضربته بتكون اقوى. ضربته ولا الموت، وساعتها مفيش مفر من الفوز. ممكن بقى لو سمحتي تطلعي على اوضتك وانا شويه هطلع العب معاكي فوق؟ حاضر. ربنا يخليك ليا. يلا اطلع.
يا فيروز راحت فين يا نور؟ راحت فين؟ إذا تلعب معايا يا نور؟ مش هترد عليا يا نور؟ أنا جبت لها العروسة بتاعتها واللعب اللي بتحب تلعب بيها عشان لما تيجي نلعب بيها سوا. اطلع اوضتك دلوقتي يا سعيد. لا لا انا هفضل قاعد هنا لحد ما تيجي. وديني عند فيروز يا نور. فيروز وحشتني قوي يا نور. أنا بحبها أوي يا نور. الحمد لله على السلامة، أنت واللي في بطنك يا حبيبتي. بركة منك بخير. الحمد لله على السلامة يا ريهام. إيه يا ريهام؟ كنت عايزة تحرمينا من ضنانة ولا إيه؟ يحيى أنا هنزل دلوقتي أعمل كم مشوار، وأنت اطمن على مراتك وكلمني، عايزين نشوف اللي ورانا. ما تيجي تشربي معانا حاجة؟ لا تعالى معايا أنت وأشربك ليمونات تهدي أعصابك. ليمونات إيه دي أخرى؟ يلا 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 وسيبيهم مع بعض، اتفضلي. الحمد لله على سلامتك يا حبيبتي. الله يسلمك يا بنت. عينيك هتموتني يا يحيى. ايه؟ يفرق معاك الموت قوي؟ ما كفاكيش اخويا؟ عايزة تموت ابني كمان؟ هو ده كل اللي همك مش كده؟ كل خوفك ده عشان ابنك، جريك ورايا في المستشفى عشان ابنك، كل حاجة لابنك مش ليا صح؟ لا مش صح، حتى لو صح ليه يا ريهام؟ جاب الأسود دي كلها منين؟ عايز تقتل ابنك بإيدك؟ طب عايز تحرميني منه وأفهمها وأعطيها؟ لما عايز تحرمي نفسك أنت كمان منه؟ هو أنت ليه مش قادر تحس بحاجة؟ ليه مش قادر تحس ان انا من بعد موت بابا الله يرحمه وانا حسيت ان انا ضعيفة ومكسورة؟ انت نفسك يا يحيى لو كان حصل لك اللي حصل لي ده كنت عملت زي ما انا عملته اكتر كمان. صالح ما قتلش هاشم الدهب يا ريهام، بطلي وهم. لا قتله، قتلني معاه وانا ما عرفتش ارجع اعيش غير لما عرفتك. كان نفسي تحميني وتقف جنبي وتسندني، حسيت ان انا بيك ممكن اواجه الدنيا كلها من تاني بقلب قوي. كنت محتاجه بودي جارد مش راجل تتجوزيه. هو انت ليه مش قادر تفهم ان انا بحبك؟ ليه مش قادر تفهم انا ايه اللي خلاني اعمل كده؟ انا ما كانش قصدي يموت، وحاولت افهمك 100 مره انه ما كانش بايدي. يحيى انا لوحدي، خليك جنبي، أنا لقيت فيك عزوتي وأهلي. أنا حتى لما حاولت انتحر
فده كان بسببك، عشان انت حسستني ان انت مش هتسامحني ان عمرك ما هتنسالي اللي انا عملته. انت البني ادم الوحيد اللي انا اقدر اتعكز عليه. بس العكاز انت كسرتيه. ما تحسسنيش ان انا ضعيفه قوي كده، اديني فرصه. صعبهاش على إرهام. بص يا بنت الناس، مفيش حاجة بعد الموت. بعد اللي انت عملتيه ده انا ما اقدرش اهددك تاني. مش اللي تهون عليه نفسه تهون عليه اي حاجة تانية. بس هقول لك كلمة قاطعة عليها في ودنك. انت حرة في روحك، اعملي فيها اللي انت عايزاه. بس روحك دلوقتي بقت موصولة بروح حد تاني يهمني. مش من حقك تنهيها. ريهام، لو بتحبيني صحيح زي ما بتقولي، بلاش تحرميني منه. الحمد لله على السلامة. نوح، أنا عارفة أنت حاسس بإيه دلوقتي وقد إيه أنت موجوع، بس أنت لازم تتكلم. فيروز ما كانتش بنتك لوحدك، بس عشان خاطري أبوس إيدك قول أي حاجة. ده أنا ليلى يا نوح. مكنتش بتحبك فيروز، مكنتش بتحبك. لا كانت بتحبني. ايه اللي بتقوله ده يا نوح؟ هي كل الحكايه بس ان هي كانت بتغير عليك مني مش اكتر. فين الباب وراك؟ الله، من الحته الفلطيه اللي هناك دي يا رجل؟ دي بنت غلبانة ساكنة نواحينا جديد هي وجوزها. جوزها؟ راجل غلبان اسمه الشيخ علي، هيشتغل معانا في الصيد. لا ما دام سكان جداد يبقى ليهم حق الضيافة. دام جوزها راجل غلبان يبقى لازم نكرمه. تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. صدق الله العظيم.